بسم الله على بركه الله خواتاتي. عندنا الموسم ديال الرمان دابا، وغنعطيكم واحد السلطه ديال الرمان اللي تاتجي غزاله خوتي وخواتاتي. ما عليكم غير تتابعوا ان شاء الله وتشوفوا هاد السلطه اللي تاتجي رائعه ما شاء الله. عندي هنا الخص، سمعتوا واحد لوزيزه تتغوت دخلت عندي الكوزينه. المهم صافي تنقطعو بحال هكايا عشوائي بحال ديال الرويس، تنقطعو بحال هكايا ساهله بسيطه وبسرعه تتوجد، متاخدش الوقت بزاف. هانتوما جميلة، تتجي لذيذة وبنينة مع الخص، فكرة رائعة، نتمنى من الله تعجبكم. بغيتو ديرو فوق الكراد وتكردوها بحال هكا، معليش كيما درت كليا تجي زوينة. صافي بعد ما كملت التقطاع تنجيب الكمية ديال الرمان كنخويها. دابا الموسم تاع الرمان موجود تبارك الله، الرمان غندير كمية علاش قدرت. صافي هنا البنات عندي شوية الكركاع اللي سخنت ودفيته باش نحيد منه الرطوبة للتزيين، وعندي معايا جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغندير شوية الخل ولا الحامض نص معالقة منكتروش، وعندي هنا الإبزار والملح. صافي غندير هنا وغنخلط مزيان، تيتخلطو ليا ونصيب بهم الشلاضة ديالتي اللي تتجي غزالة يا البنات بالرمان والخضر. صافي ساهلة ساهلة ماهلة، نخلطو المكونات كاملة بحال هكا، نديرو خطر بصل التقدير. بالصحة والراحة، غزالة يا البنات. مذاق هائل ما شاء الله. بعد ما درت التفصيل ديال التقديم، نتمنى من الله البنات هاد الفكره تعجبكم. صافي تنزينو بحال هكا بالكركاع اللي دفيتو، ما تخليهوش يتحرك، انا خليت واحد الحبه تحركو. صافي غير ندفيو شويه باش نقشرو من القشره، وراه تجي غزاله. نتمنى من الله هاد الفكره البنات تعجبكم، وشجعوني علاش لا، قولوا لي كيفاش جاتكم هذه الفكره اللي رائعه ما شاء الله. ها نتوما غزاله ما شاء الله، حتى الوليدات غياكلوها كبار وصغار تعجب. وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد، وشكرا لكم بزاف لي لايك البنات، الله يجزيكم بخير.